الله شديتك نشدك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما داعا لله داع. مشاهد يا كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وسهلا بكم جميعا. طول موند كناكل باباها الطريق، كناكل باباها جلودها. هاي خميس المطيخ اليوم السوق يا قدع ابو حفصه يمتع. المهم كان جد التحية مجددا، اعوذ بالله الشيطان الرجيم، والله يا باباها يهرب، اعوذ بالله الشيطان الرجيم، هرب ياك، اعوذ بالله الشيطان هرب، والله يا باباها يهرب من الخميس المطيخ. شوف كيقول لك خصك طبيب نفساني، شوف وشوف فين كنتواجد، كيقولوا لي خصك طبيب نفساني. شاهد شو هاد العجب هذا، شو الجمال، شو الزين، هو الشمال باب هذا، شوف هادو هيدا شاهد مباشر، شاهد مشاهد حبيب، شوف كيقولوا لي خصك طبيب نفساني، والطبيب النفساني اللي تابع المحتوى ديالي راه هو يرتاح. شوف شاهد ها بشتيتو كما قالوا خوتنا الطنجاوي، ها بشتيتو زيد شوف المشاهد، ربي شنو ملك لي، وهادشي كله ديالي، وهادشي كامل ديالي والله العظيم. شوف هل من منازع وهل من منازع، شوف بخين يا ابا حفص، وراه خميس المضيق هادي يا بابا، شوف الله 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 الله، شاهد هاد اللوحة الفنية التي تدل على وجود مولانا، والذين كفروا لا مولى لهم، اسمع، الذين آمنوا مولاهم هو ربي، هذا أحد الصحابة الكرام يا مشاهد يا حبيب، يعني عندما أراد أن يخرج في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله غادي يخرج يجاهد في سبيل الله من اجل نصرة دين الله عز وجل. اسمع وصى ولده، نسيت تسمية هذا الصحابي، المهم كما جاءت في الرواية والحكاية عن هذا الصحابي الجليل، ملي كان خارج قال الابن ديالو يا ولدي انا خارج في مخرجي هذا، اسمع، قالوا لا مشيت حتى موت، شو الناس مغامرين برواحهم، وربي قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله، شنو سيدي زيد، تؤمنون بالله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. نعم هذاك الصحابي خارج في سبيل الله وقال الابن ديالو، قال له الولد ديالي رانا خارج في هذه الخرجة هذه وانا ما كنظنش نرجع، قال له المهم إلا مشيت تموت سدد عني ديني، كان عليه شي دين، وهذاك الدين هو يعني ماشي دين هو كان كيستاذن، لا الناس كانوا كيعملوا فيه الثقه وكيجيو كيعطيوه يعني امانات، وهذيك الامانات هو كان كيقول لهم هذه الامانه حسبوها دين عليا، مفهوم واضح، كنتمناكم تذكروني بالصحابي، وهذا الصحابي عزيز عليا وكانني اعرفه سبحان الله العظيم. المهم الصحابي الجليل خارج وامر ولده بهذا الامر هذا وحمل ليه المسؤوليه، قال له لا مشيت تموت في هذا المخرج ديالي هذا وما رجعتش سدد عني ديني، ووصاه واحد الوصايا كما قالوا والدينا، قال لك الوصيه ما كتقتل ما كتحيي، قال له اذا صعصع عليك امر، اذا صعب عليك شي امر من هذا الامر هذا ديال سداد الدين ديالي فاستعين بمولاي بي. هو قلبه قال له يا ابي من مولاك، قال له الله مولاي، وسبحان الله العظيم كيف ما كان يعني كنعيشوا مع هذه الروايه ومع هذه الحكايه ذات الصحابي الكريم، هذاك الشيء اللي كان صدقها يموت والابن ديالو يعني جاوا الناس كيطلبوا الامانات وكيطلبوا يعني هذيك الديون ديالهم،
وهذاك الابن ديال الصحابي فيما كيبغي فيما كي يعني كيوقف عليه شي واحد خصو الدين ديالو كيستعان بالله عز وجل، الله عز وجل كيسهل له فهاداك المساله. اللي بغيت نقول لكم بان الله تعالى هو مولى الذين امنوا، والذين كفروا لا مولى لهم. يلا سيدي نكملوا، مرحبا بكم اسيدي يا كرم يا كرم يا كرم خميس مضيق. كنجدد التحيه الاخوان والاصدقاء والمتابعين الاوفياء ديال جماعه امطراس، رحبوا بيا واحد الترحيب كبير، وصراحه بحال انا مع عائلتي والله، ولاو شي وحدين كيحقرونا وما عرفوش الفضل ديالنا، معليش معليش. المهم هذاك الشرف المباشر، هذاك الشيء كله موثق، اللي حبنا كيشاهد واللي ما كيحبناش كيشاهد. المهم الاخوان ديال امطراس وعلى راسهم سيدي نصر الدين البقالي الغالي، والاخ مول الحانوت السميه ديالو سي العياشي، رحبوا بيا وتهلاو فيا وكليت تما عندهم، الله يرحم ليهم الوالدين. وقالوا لي تباس معنا السي البقالي مسكين عيا عليا، قلت له والو غير تركني لي حالي وباقي النهار بكري وباقي الطريق تبعاني، الاحسن يعني نتمشى. الله يجزيه بخير والله يرحم لي الوالدين، والحمد لله مازال عندنا الخير في بلادنا، ومازال عندنا الخير يعني في هاد الناس الكرام، جزاهم الله عنا خير وبارك الله فيهم. والحبيب وباقي دافع اخويا، الله 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 الله. ولكن قال لك يوم عليك يوم لك ايوا هو هايداك، وسير ادفع السيد قدامي، سير المرزاق سير. ماشي مشكل ماشي مشكل، عرفتي مزيان. شوف راه فيها مضاخمه هادي، فيها استفاده كبيره هادي والله الا ما كتكملشي. عندي ما نسال سير، الله يبارك الله الا ما عندي ما نسال. سير المرزاق سير المرزاق سير المرزاق سير. الله 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 الله. شو هاد البطل، يا الله المضيق 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 المضيق، خميس المضيق خميس المضيق خميس المضيق. سكان جماعة خميس المضيق يستعدوا النزول. السلام عليكم، الله يرحم الوالدين. واخا تبان معايا في اللايف، شو سميتك؟ الله يحفظك السي محمد. انت كتعرف ابو حمزه؟ الله يرحم الوالدين، الله يبارك فيك. شكرا اخي محمد. شحال العمر ديالك؟ وتبارك الله الطوموبيل كبيره منك اصاحبي. الطوموبيل ديالي شمن عام تزادت؟ 88 207 94. دابا هي كبيره منك. سير الله يحفظك، شكرا اخي محمد، شكرا شكرا، الله يبارك لك، شكرا. يا ابو حفص يا ابو حفص، امرك غريب يا عمر، ستتعب من وراءك يا عمر، يا جدع. المهم كنجدد التحيه للاخوان والاصدقاء ديالنا ديال جامعه امطراس، بارك الله فيكم، احسن الله اليكم. هاد العقيبات شويه قاصحين، والشغل قاصح، الطريقه هادي قاصحه بزاف، والدراجه ثقيله، وماشي ديال الطريقه هادي. وانا غادي هذيك القضيه ديال دب الحلزون فوق حجاره. شو مسكين هاد الصديق ديالي مسكين هو غادي يدافع الموت. يا كنخرج المغرب كنخرج، فين ما مشيت كبحال في الحي ديالي وفي الحومه ديالي. لا صراحه كيقدروني هاد الحومه ديالي، كيقدروني وبزاف بزاف بزاف. كاين السيكليست هنا بعدا، كاين المعلم ولا بس راه حللت. يلا الله يسر الامور، الله يسر الامور الحبيب. وما نساوش كنجدد التحيه لسيدي خالد ولد المنطقه مسكين اتصل بيا، خلي راه تجي عندي. وهذا الله يرحم ليه الوالدين سي خالد، شكرا اخي خالد، الله يرحم الوالدين. والله العظيم صاحبي خالد اتصل بيا، الله يجازيه بخير. المهم كنجدد التحيه لسي خالد، نسيت والله الا نسيت. الله يبارك فيك اخويا خالد الزين. الله يحفظك ابو حفصه نصاب، ابو حفصه شفار. لا بطل بطل ماشي نصاب، اخطاتي. عندك الغلط، سير الله يرحم الوالدين. عندك الغلط، صح الغلط ديالك.
شفار واش قضيتو كملت الرزق اللي عندي الله تجري الدين الله سير سكان جماعة خميس المضيق يستعدوا النزول الله يرحم الوالدين الله انا صراحة واخا كليت عند الاخوة الله يجزيهم بخير دابا راه غنضرب اللوبيا خصني اللوبيا سكان جماعة خميس المضيق يستعدوا النزول الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يا تمشي غدا بيا هاد المرزقة هاد الله يرحم الوالدين كنحب صراحة هاد الطوموبيل 207 كنحب هاد الحبة وراه المطعم فين هو وفي غادي شوف والو تحليت الشهية نمشي ناكل في الطبيعة غنشري شي حاجة الماكلة ونمشي للطبيعة زيد صاحبي اليوم السوق تساقوا بعد شوية الماكلة هلقى صاحبي راه ماشي الماكلة هي الإفادة والله ما الماكلة الناس راه ربطوا الحجر على كرشهم والقدوة في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه يا وليدك يا ابو حفصة يا بشكليطة بشكليطة وصير ودرهم والدرهم ما كيبغوش يخرجوا من الجيب ولكن دابا يا باباهم دابا يخرجوا دابا الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين يا ربي يا ربي يا ربي النصر من الله 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 بلاتي بلاتي خصني نشري شي كابلي البسطام فين هو خصني نشري كابلي كابلي هذا عندي مخصة الله يرحم والدي بلاتي سير سير بعدا سير عندك واش دورة في السوق السلام عليكم هي المليحية هي الحديد يا هي الحديد اللهم بارك الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين مرزقاش يا ابو حفصة يا سير محمد سير طرب طرب خلي صاحبك يدوز اوليدي سير اوليدي سير لي باش نشري شي كيلو الحوت وندي واحد الخيش شوي منا الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين شحال اخي هذا الكيلو هذا شحال السلام عليكم شحال 40 درهم وانا عندي ابو شكليطه
كاين الخير عاد هذا زوين عاد وما تنقصنا شي شويه. شوف الله 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 وكذا كيبان واعر هذا. الله يرحم الوالدين. بسم الله بسم الله. الدروج معنا هنا خيال هشام الدروج عويطة. الله يا ودي يد عويطة يا ودي. سبحان الله شنو الفرق بين هذا وهذا؟ هو الفرق كلشي زرا وتمر. سبحان الله العظيم. واخا دير لي شي نص كيلو من هنايا. الزرا كيعطي الحلاوة خاي. الله وخا ناكل شي حبة من هناك. الله يرحم الوالدين. ما عرفتي هاد الزهر عندي ما فهمتش انا. والله يا فما كنمشي كنقول لك كلها كلشي ديالك. الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. سيدي هو مويا. خرجوا خرجوا ضربكم الهوا خرجوا. خرجوا. الله خرجوا. شفنا عبد السلام هذا الشيء عطاش رجله. خرجوا هو. رجله عند برشا رجله. شوفوا دلتا شي نص كيلو من هنايا وتهلا فيا هاك دلتا شي نص كيلو من هنايا الا يخلي الشبك وقف شي شوارع يلا شكي هذا الفرق هذا التمر ديال من ديال الجزائر ولا شمال لا خصني ديال الجزائر اخي انا الا كان الجزائر زيد لي الثمن ونزيدك. الجزائر الشقيقه صاحبي خوتنا المسلمين هذوك تما صاحبي لا خوتنا هذوك لا خوتنا هو الملك ديالنا قالنا خصكم هذوك الناس تعاملوا معاهم هذا الله يدير لهم لا ماشي سوقنا حنا نحبوهم وخا هما يحبوه حنا نحبوه لا شي خوتنا المسلمين هذوك كيقولوش لا اله الا الله الشيطان يدوخنا والله وكان ديال الجزائر هازيد هازيد فلوس موجوده هكا سبقت عندي بحال هكا عند الجزائر عندنا شي كيلو اي اي يدوخونا هادو الله يرحم الوالدين ربي قال وقال الحق انما المؤمنون اخوة واش مع راسك رد بالك عندك تمشي مع التيار هادوك خوتنا هادوك اللي اداهم راه ادانا ادب اليهود يا باباهم الله يضلهم الله يعطي لباباهم العذاب الله يرضى لباباهم الله يزيدهم فتنه على فتنه انا والله الا فرحان اخي والله العظيم والله لا ها الله يعطي لباباهم العذاب اش داروا في خوتنا المسلمين هالنساوى صاحبي الله يعطي لباباهم العذاب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي غنتفرجوا شويه بعدا هادشي 50 عام الله يعطي لباباهم العذاب قولوا امين يا صاحبي اليهود اليهود صاحبي نتفرجوا في الجزيره الله يا ربي يا التمر ولكن ماشي ديال الجزائر والو ماشي ديال الجزائر دوري دوري حبيبي سير دوري الله يرحم الوالدين يا ابو حفصه ها نعم كاين الكاميرا الله يحفظك فلوس مكروشي خرجوا 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 نموتوا هاي سال الحبيب ديالي الحبيب الحبيب بلا سال محصاق اطلع يا اطلع يا سير مطالبي الله صاحبي الكابلي ديال تيبسي عندك وكم زيول مين عندو صافي وشحال الثمن
واش مزيان. يلا هاك هاك. اش اش الله عزك. 10 دراهم 200 ريال. هاك نخلصك هاك. الله يرحم الوالدين. يا ربي يا ربي يكون مزيان يا ربي. ثمن وحده كتدي جوج قياسات راه عندنا. وكنتمنى يكون مزيان الله يرحم الوالدين. سماطي ريحه تيليكوموند سارجور مزيان وتشامور قفل بطاقه لاسه ذاتيه ديال الطورنوفيس ربعة الروايات. اخرجوا الله اخرجوا جمعوا راسكم. 700 ريال العماره تبريكه. خرجوا خرجوا قتلوا عليا. صابون ديدي احسن نفقه هي اللي كتنفق على راسك تاكل وتشرب. الله كيجازيك تهلا في راسك وربي. اه ربي يا ربي الحبيب جوال. اه انا خويا جوال ياك. انا من القصر الكبير. الله يحفظك الله يحفظك. اه شارجي ولا زين زين دابا كتشارجي لامك. الله اجمع راسك معايا ولا حيد نسيبك هنا في خمس بلاق. 48% والله العظيم. اه صير ولا الله على نشاط. الله 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 الا واحد طالع له الدم. كنشوفك معصب كنشوفك معصب ام الحوت. واش غنقول لك اصبح ميت خشاوه في القبر اليوم. عندك تكون معصب على الدنيا. انشاط مع راسك رحم الله. عندك خاصك تعصب لا ضاعت لك الظهر والعصر والمغرب. هذاك هو المنتف. اما الدنيا أبا الدنيا اجايه بحذافيرها يا بابا. الله يسر الامور. بلاتي بلاتي جاني ميساج مع دبه الحاج. يا بلاتي يا فيه هذا السي احمد ديال الشاون. القرطاس كيوصل اوليدي. زيدي يا حبيبتي زيدي طالع على رجلي زيدي. خلي هاد المولي مسكين يرتاح شويه. وربي على النشاط وربي على النشاط وربي. انا حبيب شو واحد كيبيع لي اللوبيه فين فين. الله يرحم الوالدين. سي اخي اخي سميتك رياض. ها رياض رياض ولا بحال اللي كنعرفك. انا يدك كان عندي اخرى. كنت في الرجل الواسع هذاك. لا كنا تلاقينا بخير الله يحفظك. لا ما تلاقيناش. كنا تلاقينا صاحبي في واحد المطعم هنايا. لا لا ياك والله بحال كنرد. انا متشرفين بك. كيداير مزيان. سلموا لي على جمال اعبوت اعبوت جمال. الصديق ديالي جمال عنده اليوتيوب. واش كتسمعني جمال الصديق ديالي. هذاك الشخصيه راه صاحبي الخير موجود. وفي شده دابا فين؟ غادي ناضوا ان شاء الله. طلع النور. اه ان شاء الله. تبارك الله عليكم. هذيك المصالح لك الله يعزك. الله يرحم الوالدين. ودابا دابا رمضان جاي. انت صاحبي تبارك الله صحيحه وفريمه. وبركه بركه. تبارك الله عليكم تهلا. شكرا شكرا الله يرحم الوالدين. شكرا. ميساج جاي ميساج. شوف شكون هذا. يلا سي احمد انا تسوني وتقطع. انا عندي ابي الموال. غير الأزمة كما قال الرجال. لا الخير موجود والله العظيم ترى الخير موجود. ولا شمن الموطور الموطور ها هو الشيء كي داير الشيء كي داير بعدا بحال ديال البغال ها هو. امين الله يرحم الوالدين. الله يبارك لك الموطور. الله يبارك الله يبارك. وعجبا وعجبا. يلا السي احمد ديال الشوال هاني كهربا. السلام عليكم سي احمد. واش الشخصية؟ الله يحفظك سيدي احمد الله يبارك فيك. الله يرحم الوالدين. انا في خميس المضيق فين فينك انت؟ والله ما رديت لك البلاغ يا احمد والله اسمح لي بالسلام. همشي ل انا غادي نفطر ديال باب بريد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا الله يحفظك السي احمد تبارك الله عليك. شكرا نشوفك نشوفك تهلا.
تهلا 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 تهلا. هي الشخصية سيها الغزال الله يرحم والدي، والله يرحم والدي. كتفرحونا بهذا الكلام، الله يرحم والدي، الله يحفظك، الله يرحم والدي. شكرا. شو سميتك؟ الله يحفظك السي زكريا، سير الله يحفظك. شكرا، متشرفين بك اخي وزاني. الله يحفظك اخي زكريا، شكرا، الله يرحم والدي. تبارك الله عليك، الله يحفظك. شكرا اخي زكريا، شكرا اخوي. لا هزيدي يا حبيبتي، هزيدي هزيدي. الله كيشوفوها طالعه في هاد العقبه كتسحب لهم عندها الموطور. لا هزيدي هزيدي يا حبيبتي هزيدي. يا قدع يا قدع يا قدع. كتوقفي في العقبه وكتزيدي. ها ها انت كتزيدي نيشه. الله يبارك الله يبارك، اللهم بارك اللهم بارك. اجي شوفوا شوفوا شي طرسيل ديال مطعم عامر بزاف. واحد النهار صاحبي ايوب، ايوب صاحبي كان طاح، كنا جايين على واد القناه، خرجنا من واد القناه خرجنا لهنا للخميس المضيق، وايوب كان يعني وقع له واحد طاح، كان طاح وتقصح وحتى واحد ما يهزونا في الطاكسي. والله ما بارك ربط له بيكالا مع البيكالا، وكان عندي بيكالا ديالي مخسره، وديته من هنا حتى الشاون وبيكالا مخسره. كنقول لك السلسله ما كدورشي، وجارو جارو هذاك الشيء ديال الديباناج. ها سير. الله يرحم الوالدين. يا ادو لوبيا. العدس الخطاني والو. ها ولكن خصنا شي حاجه جديده معاه. لوبيا ولا ها كينا. الله يا ربي اجي حبيبتي. ما تموتش يا ابو حفصه، لا ما تموتش، ما كقتلها العمر مني. لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله لا شاط لا شاط. يقول لي خصك طبيب نفساني. يلا وسيدي يا ولدي. ماشي العجب هذا، ماشي اختي الله يسر امك الله يرحم والديك. نعم؟ لا 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 لا. سير اخوتي الله يسهل لينا والديك. الاحمق انا بيني في الله. وليداتنا مساكن هان. خلي داك الجمل بالك، راه جبحنا خير. الله يجبش راه جي جبحناش. واش هاد اخوانك البنت بانت في اللايف ولا كنمسحو نمسحوهم ما كنحيدوهم؟ صافي لبستهم في الجيم وصافي. عندك حبيبتي طيحي، عندك طيحي طحت نتعصب. شو اللهم بارك. شو 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 الحديث. شو اللي بغيتي اللي بغيتي بغيتي الزغواطه عندنا. كلشي كلشي اللهم بارك. ها انت شو ها شاهد معايا مزيان. مخيب هذا الشيء خبش بوش وداك الشيء، ولكن فهمتوا انا انا عزيز عليا هاد البداده. ها سير انت شري الشواك شو حمق راسك. القوطك ها انت داك الشيء ديالنا فهمتي بغايه ولو يبان لك هذاك الشيء متواضع. هاد الكوبو كيفاش نخليوه هنايا ولا هبطها غير هيدا وخليها صافي. جيد اش بحال
السلام عليكم. خدمنا شي شلاط الله عزك شوي ديال اللوبيا. الله يرحم الوالدين. النشاط والله العظيم النشاط جا سامعك ابو حفصه وليدي وهذا كتشري من عند ربي ما كان نحذيو ناس ما كان والو والله العظيم ايوا بركه يا صاحبي الله يرحم والدي لا بس 29%